تحركات غير مسبوقة لميليشيا الحوثي الإيرانية في المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر جنوب وشمال الحديدة لتجنيد المئات من الشباب والأطفال تمهيدا للزج بهم في حرب عبثية تمتد من حيث شرقا والتحيت غربا. يحدث ذلك بالرغم من الحراك الدولي والإقليمي لأجل السلام في اليمن. لم ينفذوا بندا واحدا من كل المفاوضات من 8 سنوات إلى اليوم، وهم في تفاوض وفي شيء كذا وفي هدن، ولكن يستعدون للحرب. سلام بات هشا كسابقه من الاتفاقيات والقرارات الدولية التي رمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر بعد أن حولت الحديدة إلى قاعدة لاستقبال السلاح الإيراني المهرب وخطوط إمداد بحرية لخلاياها، وهو ما تؤكده ضبط القوات الأمريكية بين وقت وآخر لقوارب صيد وسفن متوسطة تحمل أسلحة إيرانية كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في الحديدة. أطالب كل الكيانات إلى الاتحاد ووحدة الموقف. في تطور خطير ومتسارع تحضر ميليشيا الحوثي الإرهابية لحرب بإدارة إيرانية لتكشف صورا حصلنا عليها تشير إلى استمرار ميليشيا الحوثي الإيرانية في حفر الأنفاق والقنوات البحرية جنوبي الحديدة في مشهد عسكري تصعيدي يمتد أيضا إلى مناطق قريبة من ميناء الحديدة في أتون حرب بحرية مفتوحة تخلط الأوراق على حساب أمن واستقرار اليمن والخليج. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة.